السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة فيديو جديد عن اعادة تدوير المرايات المكسورة. دي كانت مراية كبيرة مكسورة، خدت فيها الحتت اللي كانت كبيرة اللي كانت تنفع ان هي تتقص، وديتها لبتاع المرايات قلت له يظبطها لي كده زي ما انتوا شايفينها. عملها لي المقاسات دي، 2 مربعين وواحدة مدورة. انا هشتغل باللي انا ماسكاها في ايديا دي. حطيت حتة ورقة صغيرة على المراية عشان ما تبقاش عكسة للصورة، وبعد كده حطيت المراية على قطع الكرتون وهبتدي ان انا اخد مقاس المراية بالشكل ده كده وهقصه بعد كده بالمقص. ودي شكلها بعد ما قصتها، ودي قطعة تانية هلزقها كده عليها. بعد كده قصيت قطعة فل نفس المقاس ده، ده فل بيتباع في المكاتب، ولو مش موجود الفل ده ممكن تستخدموا حتة كرتون صغيرة تعملوها كذا طبقة على بعض عشان تبقى سميكة. وبعد كده هقص من الفل المقاس ده والناحية التانية. دي كده المقاسات اللي قصتها من الفل، وممكن بدل الفل تقصوها كرتون عادي بس يبقى كذا طبقة. بعد كده الفل ده هبتدي ان انا ألزقه على الكرتونة، بثبت دي كده هنا بالشمع. والحتة دي اللي في الجنب بثبتها كويس جدا، والناحية التانية برضو ثبتها بالشمع. بتكون بالشكل ده كده. وبعد ما اتأكدت ان الفل او الفلين بقى ثابت كويس هثبت القطعة دي عليه، ودي نفس المقاسات بالظبط. بقى معايا كده بالشكل ده من 3 جوانب، من هنا بس مفتوح. بعد كده جبت حتة سلك رباط وهبتدي ان انا اثبتها كده في المكان ده. بعد كده حطيت شوية غير عليهم شوية مية وبدهنها كده بالشكل ده. هلزق عليها مناديل مطبخ، بحط مناديل المطبخ وبكشكشها كده بإيدي، وبحط عليها برضو من فوق طبقة من الغراء. بكملها كده كلها بنفس الطريقة، بحط غراء وبحط مناديل لغاية ما اخلصها كلها، وبعد كده هوريكم شكلها. وكده بعد ما كملتها كلها بالمناديل سبت السلك ده باين، بعد كده هسيبها تنشف. وبعد ما المناديل نشفت بعد كده جبت شوية ورنيش مائي حطيت عليهم لون اسود، ببتدي كده ان انا ادهنها. اهم حاجة ان انا اشبع المناديل كلها باللون. بعد ما دهنتها كلها وسبتها تنشف، بعد كده بالمسدس بتاع الشمع بعمل كده دواير بالشكل ده كده، مش هتبان دلوقتي، هتبان لما ادهنها. بكملها كده لحد الاخر، وبعمل برضو الناحية التانية كده بنفس الشكل ده. ودي كده لما كملتها كلها بالشمع، اهم حاجة لو في شمع زيادة ولا حاجة يتشال قبل ما اريشها بالذهبي. ده نوع الذهب اللي انا بستخدمه، حطيت شوية صغيرين وهبتدي ان انا اريشها. بزود الذهبي على الشمع وبخلي تريش خفيف كده على بقيتها من هنا كده. هكملها وهوريكم شكلها.
ودي كده بعد ما كملتها كلها بالذهبي بقت ظاهرة اكتر، وعملت الحروف دي والجوانب من هنا. الفتحة اللي انا سبتها من فوق هدخل فيها المراية، ودي شكلها النهائي بعد ما دخلت فيها المراية وعلقتها على الحيطة، بقت بالشكل ده كده. قولولي بقى ايه رأيكم في التعليقات، فكرة بسيطة جدا وما كلفتناش اي حاجة خالص. ممكن بدل المراية تعملوها تابلوه بالشكل ده كده، كنت سايبة الفتحة اللي فوق عشان ادخل فيها صورة، ممكن برضو يتحط فيها صورة شخصية، والصورة دي مطبوعة طباعة ليزر، حطيتها على قطع الكرتون وشلت المراية وحطيتها مكانها بقى بالشكل ده كده. اتمنى ان الفكرة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.